تبدو مدينة القدس كمدينة أثرية ذات طبقات متعددة في التاريخ كسلم تاريخي للباحث فيها، فتبدأ من الأكثر عمقاً في التاريخ وتنتهي بالأكثر حداثة في التاريخ. في باب العمود عند هذه المنطقة بالذات نتجرد من المفهوم الأثري للمكان ونبحث في المفهوم التاريخي للمكان، لنجد أمامنا عدة أبواب من الجهة الشمالية لمدينة القدس. المستوى الأول هو المستوى العثماني المملوكي للمدينة، ثم ننطلق إلى المستوى الصليبي، ثم إلى المستوى البيزنطي الروماني أو الفتح القدسي في الفترة الإسلامية المبكرة. نجد أمامنا باباً هو جزء مما يسمى باب النصر أو فيكتوري آرتش، قوس النصر، وهو ليس بباب نموذجاً وإنما واحد من المعابر التي أعطت صورة وإعلاناً عن انتصار الرومان وسيطرتهم على المدينة عند بنائها من جديد في القرن الثاني الميلادي. على الأغلب هذا القوس له أبواب أخرى تتبعه من الجهة الجنوبية، ولكن ما يتراءى أمامنا هو مدخل إلى ما يسمى اليوم متحف باب العمود، وهو كما قلنا سابقاً جزء من قوس النصر، وهو قوس ثلاثي أوسطه الأكبر والأضخم وعلى جانبيه قوسين متماثلين في الحجم والارتفاع. إلى مدخل هذا القوس أو الجزء من القوس نجد أنفسنا أمام متحف يسمى اليوم متحف باب العمود. الحفريات التي حدثت في فترة عهد الانتداب البريطاني أثبتت أن مدينة القدس تقوم الآن أو مبنية أو مشيدة الآن على ما يسمى المدينة الرومانية البيزنطية. المتحف افتتح رسمياً تحت باب العمود الحالي عام 1998 لمرحلة تجريبية حتى عام 2003، حيث افتتح رسمياً على يد بلدية القدس. في المدخل تجد أولاً مدخل على يسارك يؤدي إلى غرفة البرج السابق الأصلي، والذي يحتوي على الكثير من المخلفات الرومانية البيزنطية، الفتح الإسلامي الأول، بالإضافة إلى الصليبي والمملوكي، وأهمها معصرة الزيتون ومطحنة القمح، بالإضافة إلى كثير من الجرار المتناثرة هنا وهناك. عند خروجنا من هذه الغرفة على يسارنا نجد بقايا القنوات المائية الفخارية من العصر العثماني التي منحت للمدينة استقراراً مائياً أيام حكم السلطان سليمان القانوني. ثم على يميننا مدخل يؤدي إلى بقايا قوس النصر، القوسين التاليين، القوس الكبير والقوس الصغير، من جهة الجنوب من القوس الذي دخلناه من باب المتحف. لنجد أمامنا خريطة غير أصلية لمدينة القدس الفترة الرومانية البيزنطية، وهي ما تسمى خريطة مادبة. ثم ندخل إلى الساحة النصف دائرية التي احتوت على العمود الذي وضع عليه تمثال باني مدينة القدس، والذي ينسب إليه اسم المدينة هادريانوس إليانوس، تقريبا عام 132 ميلادية. ونجد هناك الكثير من الصور التي تبين أولاً مراحل الحفر والبحث الأثري في هذا المكان، وأيضاً نموذج من الخرائط الموجودة عن مدينة القدس منذ القرن السادس عشر إلى القرن الحالي، بالإضافة إلى صورة تبين كيف تخيل الصليبيون مدينة القدس، حيث اعتبروها جزء من الخرائط أو جزء من المدن التي تعتبر مركز حضارات العالم الثلاث القديمة.